طبعا خلينا نروح دلوقتي لاستاد القاهرة وتحديدا صالة 2، وهينضم لنا دلوقتي زميلتنا العزيزة سالة حامد من داخل استاد القاهرة أكيد علشان تقول لنا كل الأجواء الخاصة بالمباراة الافتتاحية للنسخة الأولى من بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد. سالة طبعا بنرحب بيكي، وأكيد مهم جدا أن أنت تحطينا معاكي في الأجواء وكل ما يخص الافتتاح وأيضا المباراة. برحب بيكي طبعا زميلتي مريم، وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام الكابتن فوزي فضلي وطبعا الكابتن محمد عبد الله نجوم منتخبنا الوطني وطبعا نجوم نادي الاهلي لكره اليد، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا مريم، حاليا بتاخد داخل صاله 2 باستاد القاهره طبعا عشان انقل لحضراتكم الاستعدادات ما قبل مباراه اليوم الاهلي ورومانيا، وطبعا منتخبنا منتخب الشباب تحت ال20 المشارك طبعا في بطوله استادات الدوليه والوديه لكره اليد. سريعا يا مريم، طبعا زي ما انت شايفه ورايا يمكن انتهى يعني جميع لاعبي النادي الاهلي وعفوا لاعبي منتخبنا الوطني ولاعبي منتخب رومانيا للشباب من عمليات الاحماء قبل مباراه اليوم، وكمان النهارده ان شاء الله قبل بدء المباراه واللي بتبتدي خلاص يعني كمان 5 دقائق هيكون في تكريم لاثنين من اساطير كره اليد اللي يعني ساموا بصمه كبيره في عالم كره اليد، وهم طبعا الكابتن عفت رشاد والكابتن طلعت شتا، طبعا من نجوم كرة اليد. النهاردة هيتم تكريمهم، واللي هيستلم طبعا بناء عنهم زوجة الكابتن طلعت وابن طبعا الكابتن عفت هيستلموا الدرع او الجائزة تكريما ليهم قبل بدء المباراة. كمان خليني سريعا اقول لك انه يعني سواء منتخبنا الوطني او منتخب رومانيا استعدوا بشكل طبيعي جدا للبطوله. منتخبنا الوطني كان عنده مباراه وديه امبارح مع المغرب وانتهت بفوز منتخبنا الوطني بنتيجه 29-27. كمان منتخب رومانيا امبارح وصل للقاهره يعني الاربع الصبح للمشاركه في البطوله، وكمان كان عندهم تمرين على نفس الصاله بالليل عشان يستعدوا للبطوله. ممكن واخدين البطوله هم يعني وطبعا منتخبنا الوطني كيعني في اطار استعدادات المنتخبين لبطولات جايه ان شاء الله هيشاركوا فيها. يمكن منتخبنا الوطني ان شاء الله هيشارك في دوره الالعاب الافريقيه في شهر 3، وايضا منتخب رومانيا هيشارك في كأس أوروبا أو البطولة الأوروبية في شهر 7 القادم في سلوفينيا. فيعني الاثنين عندهم يعني طبعا حافز كبير جدا مشاركة في البطولة ومستعدين بشكل كبير جدا. خلاص دقائق والمباراة في طبعا يا مريم، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. طبعا الكلمة ليك يا مريم، تفضلي. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التغطية السريعة. طبعا حطتنا في الأجواء الخاصة بما قبل يعني مباراة مصر ورومانيا في بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد.